عليكم وبداية فيديو جديد ضرب نار. النهاردة الفيديو المنتظر، فيديو المفروض اللي هيرجع فيه سيمبا ومواجهة التو بس بضرب الكادو بس عشان المصلحة دي ايه انت فاهم، قبل المصالح دي عشان بعد كده لو في اي حوار مع اي جثة بتتشقى نكش معاها. نهار اسود وانا غمقتك يا ليه، خربت المصيف. هو المصيف يا طبعا، احنا لسه راجعين من مصيف في مرسى مطروح عشان كده تحسونا سكسي. مين اللي بيتصل عليا انا من الفلوج؟ طبعا في حد بيرن عليا يا جدعان. طبعا الساعه دلوقتي، طبعا دلوقتي ها المفروض ان دلوقتي الساعه وشايفين الخلفيه بتاعت الموبايل سيمبا واحنا رايحين نجيبه. سيمبا جاي يا جدعان، ودي مفاجاه بمناسبه ال 2 مليون، يعني دي حاجه فشيخة. بصوا يا جدعان، المفروض ان احنا النهارده ده الفيديو المنتظر، المفروض ان احنا رايحين عشان خاطر هنقابل هيكل توينز. المفروض ان احنا كلمنا ناس، وفي ناس محايده من طرفنا وفي ناس محايده من طرفهم، اتكلموا مع بعض واتفقوا ان احنا المفروض هننزل نتقابل النهارده. طبعا المفروض ان ده اول فيديو لينا بعد رجوعنا من مرسى مطروح، المصيف اللي احنا طبعا كنا فيه. لو ما شفتيش الفيديوهات هتلاقوا الثلاث فيديوهات اللي فاتوا كان كلهم مصايف ضرب نار وميه ضرب نار ومقالب ضرب نار. خش اعمل سبسكرايب وفعل الجرس، قول لهم زير زير، قول لهم استنى زير، يقول لهم ولايك بقى، قول لهم لايك. طبعا يا جدعان اظن الرساله وصلت، سبسكرايب ولايك من زير بدل ما زير هيجي يعورك. كنت طبعا فاهمين زير كان عمل فيا ايه قبل كده فلاش باك. طبعا زير ما بيتفهمش، زير لو ما عملتوش سبسكرايب ولايك هيجي كاش معاكم. المفروض بقى ان احنا دلوقتي نازلين عشان خاطر هنجهز التيم بتاعنا، عشان خاطر نروح نسترجع القط بتاعنا ونرجع الحاجه اللي احنا خدناها. هجيب لك وحشه سمباوي، اقسم بالله ده انت هتيجي على على هتيجي على على. طبعا اسالني وننزل، قبل ما ننزل في تجربه كان نفسي اجربها، عايز اشوف ابن سيمبا، ابن سيمبا الزغنون اللي هو عندنا لما يشوف زير هيعمل فيه ايه. بص يا جدعان، المفروض ان دي اول مره في حياه ابن سيمبا يشوف زير. ولا زير ست ابن سيمبا. طبعا الكلب ده اوامر يا جدعان، اول ما بقول له ست بيست على طول. بص يا جدعان هو متشعبط في ايدي مش عايز ينزل. بص يعني انا بحاول ابعد ايدي عنه. بص ما تقلقوش على فكره، احنا كده ما بنأذوش خالص، يعني هو القطط اصلا معروف ان في عداء ما بينها وما بين الكلاب من زمن الزمن. تمام، عايز يقرا وعايز يشتغل على كده. هتطلع لحد فين؟ طب خلاص اسيكا اسيكا، روق اسيكا كده اسيكا. الكلب ده ما بيعملش حاجه للقطط. طلعك بره ولا انزلك لوف؟ بص عامل ازاي، بص عامل ازاي، بص بص حاسب بيبخ. وريني بخل، يلا بخيته الحلوه فين دلوقتي. انا هطلعه وهننزل عشان خاطر المفروض ان احنا رايحين نعمل القعده اللي هنسترجع بيها القط بتاعنا ونرجع بيها الحاجه اللي احنا خدناها. المفروض ان احنا هننزل. طيب دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا نزلنا عشان خاطر في طريقنا لان احنا نعمل معاهده الصلح مع التوأم عشان خاطر نرجع لهم الحاجه بتاعتهم وناخد القط بتاعنا. مين اللي معايا بالظبط دلوقتي هقول لكم، واقول لكم ازاي اتفقنا ان احنا المفروض هنتقابل في الطريق على ما نكون وصلنا لهم. طيب يا جدعان دلوقتي المفروض ان احنا مين كريم اللي طالع معانا اول مره؟ المفروض ان كريم معانا محامي عشان خاطر الموضوع دخل بقى في قضايا اللي هو ايه، بنبص لنا التوأم بيقول لك احنا ممكن نحبسكم وممكن نعمل ومش عارف ايه. فاحنا طبعا كلمنا كريم وقلنا له دلوقتي 1 2 3 4 والموضوع كذا كذا. فقلنا طبعا زي ما في قضيه ان انتوا دخلتوا وكسرتوا الشقه في قصادها قضيه خطف. فاحنا دلوقتي المفروض ان كريم اتواصل مع حد من تبع فريق هيكل توينز، طبعا مش هم ذات نفسهم مباشر، يعني كلم واحد اسمه عطيه تقريبا على ما اظن. عطيه اخويا عطيه. المفروض ان هما الاثنين اتكلموا مع بعض كريم وعطيه واتفقوا على اليوم النهارده اللي احنا نتجمع فيه ده، وقالوا ان احنا نجيب الحاجه بتاعتهم وهم هيجيبوا القط ويجوا لنا. طبعا اتفقنا على كام حاجه كده هنفهمها لكم قدام، من ضمنهم ان احنا هنرجع هنجيب لهم فازات بدل اللي احنا كسرناها، وكل حاجه طبعا يعني اضرار حصلت في الفتره اللي فاتت دي المفروض ان احنا هنصلحها. كريم اتفق مع عطيه ان احنا هنروح نتقابل في مكان، هما الاثنين هما اللي عارفينه، المفروض ان المكان ده مش هيبقى فيه حد غيرنا، هما اللي اتفقوا على الموضوع مع بعض. فاحنا هنروح نشوف ايه الدنيا طبعا لو في اي غدر او اي خيانه من طرف توينز او من طرف، انا مش عايز بس استبق الاحداث، بس يتشدد للتوينز عادي مش لازم التوينز نفسه، مثلا عايز يتشدد للتوينز مثلا اي حد يتشد، بس مش عايزين برضه اللي هو نستبق الاحداث ونقول اللي فيه خيانه او غدر ممكن يحصل، لا خلونا نتفائل بالخير. خلي هنا لا ان شاء الله يا جدعان الموقف الموقف كله هيدور خير، وطبعا احنا جايين نيتنا خير واظن ان هم كمان نيتهم خير لان هم موافقين على الصلح. يعني هو لما كلم عطيه المفروض ان عطيه قال له ماشي موافقين وهنيجي نتقابل النهارده بناء على الكلام ده، وكل واحد ياخد حاجته ونتصالح كمان. يا جدعان انا دلوقتي كلمت عطيه الراجل اللي تبع التوينز، والراجل ده اتفقت معاه على كل حاجه. اتفقت معاه على كل حاجه وان شاء الله خلصان والحاجه هترجع، وكل اللي احنا الحاجه اللي لنا عند الناس هترجع، والحاجه اللي لنا هنرجعهم وهنحل الموضوع ده يا جدعان. والصلح خير يا جدعان، مش هينفع اللي احنا نعمل في وقت كده، والحاجات اللي اتكسرت دي كلها 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 الرجاله دي كلها يعني متفقين ان احنا ايه هنجيب زيها، هنخلص الموضوع ده. اللي اتكسر ما بيتصلحش بس هيرجع غيره.
صح. هنتصالح ونقعد في مكان هادي كده تراوه. بصراحه برضو الجو حر النهارده يعني رعونا لعب بنصور في حر، بس احنا هنتعامل وهنظبط الكلام ده والكلام ده هيخلص. فدلوقتي كده مشينا قانوني قانوني اهو لحد الاخر، محامين وبنتعامل وبالذوق وبنتعامل، لو لقينا شر مش هنتعامل. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا هنروح المكان اللي المفروض متحدد فيه المقابله ونشوف ايه اللي هيحصل هناك. دلوقتي بقى المفروض ان احنا نطلع على الطريق وهنروح لهيكل توينز. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا وصلنا عند المكان اللي هتتعمل فيه المقابله، شارع الحج. استنى اوريكم اليافطه عشان خاطر الناس اللي بتقعد تسال انتوا وقفتوا فين واتقابلتوا ازاي وازاي عرفتوا تقابلوا بعض. المفروض ان احنا عند شارع الحج عطيه كاكا، هو ده المكان اللي هتتعمل فيه المقابله. المفروض ان احنا واقفين في صحراء، احنا محتارين الصحراء دي عشان خاطر الخاين مش هيطلع من الصحراء دي. يلا يا جدعان انزلوا. يا جدعان النازله السينمائيه دي يا جدعان، الصحراء دي رايقه. ايوه مش عارفين نفتح والله يا جدعان. هو قال لك قدامه قد ايه بالظبط يكون هنا؟ 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق يا جدعان. المفروض ان الوضع هيبقى كالتالي، احمد شوقي هيستخبى. احمد شوقي المفروض ان هو هيستخبى ورا الجدار. نقول بس احمد شوقي ليه هو اللي هيستخبى؟ عشان هو اسرع واحد فينا، يعني لو في غدر اي لقطه اي حوار هياخد هو الحاجه ويطلع يجري على طنطا ويبقى معاه الفيديو متصور. خد اجري لغايه طنطا يا جدعان. اخد اجري لاقرب مكان فيه عربيات او بتاع ويتعامل، يعني الراجل مش هيطير في ثانيه. دلوقتي المفروض ان احمد شوقي هيبقى مستخبي ورا الجدار اللي ورا ده، يعني بعيد شويه كده، هيبقى معاه الكاميرا وبيزوم من بعيد عشان خاطر يصور الوضع لو حصلت اي خيانه. بودي ولع هيبقى معانا المصور المتحرك الفيديوغرافر، وانا واحمد شوقي المفروض ان احنا اللي هنبقى هناخد القط بتاعنا. كريم هيبقى هو المتحدث الرسمي بالنيابه عن كل الشوارجيه، وان شاء الله تتحل يا جدعان وتبقى سهله ان شاء الله. دلوقتي بقى المفروض كل واحد على مكانه. يلا كل واحد على مكانه. ليتر. مش عايز اي حد يقرب، انا متفق انا والراجل عاشكم هينزل بعد اذنكم، مش عايز اي مشاكل، كل حاجه هترجع كل حاجه هتتحل بعد اذنكم يا رجاله. اتفضل يا ابني. بقول لكم يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا كنا قاعدين في الشنطه، قاعدين في العربيه قصدي. طبعا الوضع دلوقتي كله متوتر وكله مقلق وبتاع، هم نزلوا من العربيه وركبوا تاني واحنا نزلنا من العربيه وركبنا تاني. كان المفروض ان محدش مننا ينزل من العربيات، هو بس كريم ينزل قدام اللي هو الراجل الوسيط اللي من عندهم، هو الاثنين ينزلوا يقابلوا بعض. فاحنا ما عملناش حسابنا ان هم جايين بسرعه كده، فكنا واقفين تحت، فعشان كده حصل قلق. احنا مش مقلقين عشان تبقوا فاهمين، بس هو التوتر اللي داير ما يعني في عشان خاطر الغدر اللي هيحصل، هيبقى في اكشن وممكن يبقى في تكسير عربيات لان كل اللي واقف عربيات دلوقتي. واحنا مش فارق معانا اي عربيات على فكره، عشان احنا يعني عادي العربيات هتتكسر هنجيب غيرها يعني. مش بتاعتنا بس هتجيب غيرها عادي. فدلوقتي المفروض ان هم بيتكلموا بره. دلوقتي المفروض ان كريم رايح لوحده ومعاه الكاميرا، الكاميرا مان اللي هو المفروض بودي ويلع، لان طبعا الاتفاق كان ان عادي يبقى في تصوير عشان خاطر الناس كلها هي اللي طلبت ان يبقى في تصوير اثناء الصلح. فطبعا الناس اللي بتصور ملهاش اي علاقه بحاجه، وحد منهم جه يمت الناس اللي بتصور تبعنا هنعمل مشكله كبيره. التصوير ملوش علاقه، احنا بنصور عشان خاطر الناس تبقى فاهمه ان احنا بنتصالح ويبقى كل حاجه قدام الناس. لو الراجل بتاعنا اتلمس علي ولا بلاش خاطر الولعة بتاعنا يا جدعان في عشان خاطر ان هي تبقى خير، احنا بنتفاعل بخير واحنا بنصور عشان خاطر الناس وعشان خاطر الناس تعرف احنا صالحنا ازاي. انما ده الولعة بتاعنا ما حدش يقدر يجي عليه يعني. بس كده بتصور يا صاحبي؟ بجد بقى المصورين بره عنهم الحوار يا عم. طب روح صور هناك يا عم، روح صور يا عطيه. خلاص اتفاق، روح صور هناك بقى مش هتعرف تعمل. ما لسه قايل لاخوك المصورين بره عنهم الحوار. عامل ايه؟ الرجاله بتتكت على الارض ليه؟ ما كانتش ده اتفقنا يا صاحبي. بس الرجاله ركبت العربيه وركبت، واحنا جايين نحل من جايين نعمل حوار يعني. هو القط معاك؟ معايا كل حاجه. خلي الرجاله بتاعتك تجيب الحاجه. تمام يا صاحبي، خلي رجالتك تجيب الحاجه. عايزين نخلص الموضوع على خير ومش عايزين اي حوار. على خير ان شاء الله. بصوا يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا بنراقب الوضع، المفروض تقريبا ان الكلام دلوقتي خلص هناك، والمفروض ان دلوقتي كريم راجع لنا وعطيه راح لهم. ما نعرفش ايه اللي حصل بالظبط، بس احنا دلوقتي مستعدين لان احنا معانا مفتاح العربيه هنا، فلو حصل اي قلق هندور وهنشوط كله، هنشيل كل واحد واقف على الارض. احنا دلوقتي المفروض ان كريم داخل علينا.
عملت يا برنس؟ يا رجالة يا برنس انا اتفقت مع الراجل ماشي القطة هيرجع والحاجة هتتسلم ماشي 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 عايزين اختلاف ماشي قد الكلام يا عم امين يا عم امين امين يا رجاله يعني دلوقتي هنعمل ايه هننزل نطلع الحاجه طلع الحاجه ماشي امان يعني اه ضمانتك يا رجوله دلوقتي يا بقى الكاميرا اهي الكاميرا اهي برضو قدام الناس الكاميرا اهي يا جدعان اللي احنا خدناه ماشي والستاند اهو معاك اهو يابا الستاند اهو ماشي الستاند اهو فيه احمد اهو بس في نقطه عايز اقولها بس الدرع اهو يا جدعان الحاجه اللي احنا خدناها كلها هنا اهي عايز اقولها بس حاجه اللي اتكسرت اعوضك على الله بقى يا جدعان لا لا هنجيب بدالها يا جدعان مفيش انا اتفقت مع الرجاله ان الحاجه اللي اتكسرت هيرجع غيرها يا جدعان صح يا عم هنشتري هننزل نشتري بدالها وهيبقى بيتصور فيديو برضه امين هيبقى فلوج تاني غير ده عشان خاطر احنا النهارده اصلا الشمس ضاعت خلاص ولسه الموضوع ما خلصش بس ان شاء الله خير يلا ننزل مش احنا كنا بنهزر من الاول ومين اللي قال انه اعلم على التاني ماشي يا عم ايه يعني اعلم على التاني يا عم مين اللي قال الحوار جد بقى امسك بس الحاجه بتاعتك تمام يعني مش عارف امسك بس يا عم 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 يا بتاع ده يا اسطى ما كناش راضينه كده انا ظبطتكوا عليه وربطتكوا يابا الدرع ده يابا كان ملحوس وكان عليه بصمات معفنه واحنا نضفناه قبل ما نجيبه لا يابا الكاميرا معاك وبعدين كده يا اسطى بس لو كنت الدرع ده مزور ولا بتاع اصلي بقول لك يلا اصلي الاصلي يا جدعان وصح الصح قدام اليوتيوب ذات نفسه الدرع ده مش اليوتيوب بيطلعه القط بقى بتاعنا اللي خاسس بقى يابا يا عم القط ده خلى اكل عليا النعمه انت ما تعرفش تاكله ايه يا عم اكل ايه يا عم بيتزا ولا ايه شهر واحنا جايين نحضر فطار بقول لك على حاجه بس رجع لبيته دلوقتي هنروح عشان خاطر احنا معزومين على درايف فود كلنا نروح ناكل مع الرجاله درايف فود انا راجع ده قلت شكله طب رجع لبيته يا جدعان زغروت ده بيت وبيته سيمبا انت عارف في البيت في ايه جايب لك حته ديم مفاجاه قصدي على زير الكلب اللي في البيت وما يعرفش جايبين لك حته مفاجاه في البيت ضرب نار دلوقتي بقى يا جدعان المفروض ان احنا نروح ناكل انا مش عارف والله مش عايز اروح اكل والله عايز اروحه عشان خاطر نحتفل بيه سيب ابني رجع للبيت اللوجو بتاعنا رجع ابننا يلا بينا يا عم جعان يلا انا بحسس عليه جعان يلا جدعان ربنا كان وحشني والله ولا مفيش شكر يا رجاله مفيش شكر انا مرجع اشكر عمو كريم خش اشكر عمو كريم يلا اشكر عمو كريم واركب عربيه عمو كريم يلا يلا يا سيمبا خش انت تعرف لو تعرف يا سيمبا انا عملت ايه عشانك وطبعت ورق ايه يا جدعان فلاش باك يا جدعان انا كنت بدور عليه وقلبي كان متشحتف عليه سيمبا احلى مسا على كل اللي بيتفرجوا على الفيديو سواء كانوا من جيش هيكات توينز او من الشوارجيه واحلى مسا على احمد شوقي اللي كان مستخبي ورا الطوب الاحمر تعبت والله من كتر الوقفه يا جدعان واحلى مسا على احمد شاور عشان شال الدرع او الستاند وكريم المذيع بتاعنا اهلا وسهلا بكم اخواتي ورب الشوارجيه تكون في خير على طول يا رب دايما ان شاء الله هنفضل في خير وسعاده وسلام 2 مليون دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا نروح ناكل
بقى يا جدعان، السؤال المهم هنا، سيمبا فين؟ سيمبا بياكل تحت في العربية. حاضر هنا ما بنعرفش ناكل حاجة مخصوص. طب انا عايز اكل يابا. خدي بيلعب يتصور طبعا ممنوع من الاكل ليه كده يا صاحبي؟ انا مصور معاك. طب اي حاجه علينا يا سياده. بس عشان طيب قبل ما الفيديو ينتهي احنا هنعمل لكم جوائز بمناسبه ان احنا اتصالحنا. طبعا الصلح ده انتوا السبب فيه، لان طبعا انتوا كتبتوا كومنتات كتير قوي اتصالحوا انتوا وهيكل توينز، وكنتوا بتكتبوا عندهم اتصالحوا انتوا وشاور. طبعا انتوا السبب في الصلح ده، عشان كده قررنا احنا وهيكل توينز ان احنا نعمل لكم مسابقه فيها جوائز. طبعا الشروط المسابقه دي، اول شرط ان انت تبقى عامل فولو الاكونتات الانستجرام بتاعتنا وبتاعتهم اللي هتظهر هنا دلوقتي، هنا وهنا، هنا وهنا كده، اللي هو هنا كده دلوقتي هيظهر اكونتاتنا واكونتاتهم هنا. طب خشوا اعملوا لهم فولو واعملوا بقى لايكات على الصور بقى وحركات وضرب نار بقى بتنزل هناك، صور ضرب نار. وطبعا تاني اهم حاجه ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا والقناه بتاعتهم، اشمل قناتين في اليوتيوب طبعا. وكده تبقى انتوا دخلتوا المسابقه. المفروض بقى ان احنا هننقي ناس عشوائيين هنديهم 10 تيشرتات من تيشرتات سيمبا. ده غير ان هيكل توينز هم كمان هيعملوا جوائز غير ال10 تيشرتات دول، هتلاقوهم هيقولوا عنهم عندهم في الفيديو بتاعهم. فلو عايزين تعرفوا هم عاملين جوائز ايه، خشوا شوفوا الفيديو بتاعهم عشان تعرفوا الجوائز اللي هم عاملينها للمسابقه دي. وبكده نهايه الفيديو النهارده، نشوفكم في الفلوج الجاي.